بسم الله. هذه الأقلام والمسطرة والرصاص والحبر والمقص والمساحة ورسماتي والشمع ونولعها. بسم الله. ترى أنا جالسة أرسم رسومات صغيرة زي كذا، زي هذه العين وزي هذا الأنمي، أوكي، وبعدين أحولهم ستيكر ويطلع ستيكر من صنعي، وقلت خلنا نصور يلا، ومصبين لي قهوة عشان أروق وأنا أرسم. المهم، شو رأيكم الحين نرسم شكل بيضة؟ ما أدري جت بيضة، كنت بفطر فطور بيض بس أفطرت نوتيلا ليه ما أدري. يلا أولا راح نرسم أصفر على شكل وردة، طلعت وردة كأني ميتة. المهم احنا نبي نرسم بيضة، مو كذا يا ربي غلط، خليت الأصفر هو اللي من برا اللي يطلع أبيض، ما حطيتها يعني الدائرة. بنعيده وبرسم أول كذا، شوفوا، ونجيب مو بالأصفر الأسود ونرسم دائرة ونلونها باللون الأصفر، يقهر الأصفر مع الأسود يطلع أصفر كذا غامق، ما أحب مرة، ما أحب يقهر. الحمد لله ما صار. أوكي قضينا من أول رسمة لأنها إيزي، شوفوا هذه. الحين خلينا نقصقصها. بسم الله، قضينا من البيضة. ترى نرسم بولوزة. يا سلام يا سلام، ميسو مستمتعة مع استيكرات، صارت تصنع استيكرات من ورانا ما شاء الله من الصبح، وانا قايمة قبلهم قاعد ترسم. تقول لي اطبعي لي ماما، اطبعي لي صور، وقولها بعدين اخر شي ملت راح تسوتي. ايه بتطبعي لي بعد. ان شاء الله بالاجازة بطبع لكم كل واحد ورقه له ايفار. حسنا، سوف انتهي من البلوزة ثم سوف اريكم جميعها. هذه رسم رقم كام؟ رقم 12. ما شاء الله، ابره يا القلم. طيب وراه حول ما ادري. مسكين والله. اقدر ارسم به، يلا رسم. شوفي صار مبري، يطلع حلو تلوين فيه. يلا عادي نبري، ليش يعني لا. ترى نلون نسوي اعمال فنيه بالبري. وات معلمة الفنيه تقول جيبوا خامات واشتغلوا عليها، نروح نجيب لها باري، نسوي بو حركات بيت. شو اسمه، وردة. قد مرة سويت وردة بالفصل بس نسيتها. الحين صاروا يسوون فيها تنورة، يرسمون مانيكان يحطون عليها تنورة يقعدها. هذه كربيع، ميسو، أوراق، مسطرة، ألوان، مقص، شمعة، كل شيء تلقونه عندي حتى روقان. بعد شوي بعلمكم كيف تحطون عليه ورق زبدة عشان يصبح استيكر. طبعا إذا جيتم تقصون تسوون استيكر لازم تخلون مسافة بيضة أبيض مثلا، ولازم يكون شو اسمه ورق أبيض عشان المسافة تكون أبيض. لازم تحطوا مسافة زي كذا، يعني مثلا البيض ما تقصون على طرف الخط الأسود، لا تبعدون شوي. ترى هذه مجموعتي الشمسية. يبدو انك شاطرة ما شاء الله بالدراسات الاجتماعية. رسماتي الشمعية، رسماتي الخنفشارية، لا كوكب الرسومات يعني. يلا اولا راح اوريكم جولة. هذه الرسمة كذا، واحد قال خلنا نشتري لوحة ونحطها في غرفتنا. الله. وهذه قلم، بعد في طقم قلم ثاني، هذا قلم لونه سفنجي، وهذا خضر راري. وهذه ساعة نفس ساعتنا بس ليش باللون الأسود الله أعلم. جميلة مرة، كيوت. هذا جاء صديق ولصق على جبهة ستيكر وهو مندهش يبي يشوف وش الكلام، يبي يحول يويلي. وهذه بلوزة اللبسية، الله ترى صار ولد بنوتي يويلي. راسه أكبر منه. أيوة.
وهذا تانجيرو في انمي. جميل، حواجبه مقلوب معكوسة. ايه مستغرب. هذا رسم ولا شكل مثلا؟ هذا نقل من مخي. ما شاء الله عليك، مرة متحسن رسمك. وهذه بيضة شاكل حطها على وجهه. حرام مسكين، يكفي استكر اللي بجبهته. وهذه الشمعة ترى. وهذه عين. وأيضا هذا لقيته بالجوجل زي كذا شكل، فقلت ليش ما أرسمه بدل ما أطبعه. فانتاستيك. وهذا الحمد لله لقي له مكان البطاطس. ترى هذول هن، والحين راح نروح نجيب ورق الزبدة. كمان بيبي. هذا هو ورق الزبدة اللي راح نستخدمه. اوكي، اول خطوة ناخذ الشطرطون ونفتحه. شوفوا بعلمكم نصيحة عشان ما تتعبون تفتحون وتسكرونه. شوفوا انا قبل ما اسكره انتهيت منه مثلا، شوفوا بصفطه كذا. طيب ليش اصفطه؟ عشان شوفوا ما يصلق يطلع في فتحة عشان ما تضيع مكانه. اي باين. وافتحه واقص هذه الحفة واكبه ترى كذا. نرجع نفتحه. اوكي، اول شيء نسويه اننا نحط الكرتون بهذا الشكل. اوكي، بعدين بنقصه من الطرف. اوكي حلو. بعلمكم نقطة مهمة جدا، ان ما طبقتوها ما راح يكون استيكر، اللي هو مسافة من اللاصق. تخلونه وما ابو لاصق. ليش؟ عشان تكون الفتحة من هنا. شفتم؟ لو نسيتم ما تخلونه من تحت، عادي تخلونه من فوق ما في مشكلة. الحين بصففهن. شوفوا، عندي لكم فكرة. إذا خليتم مسافة من فوق ومسافة من تحت، يمديكم تسوون هذه الطريقة، بس تقولون فيه من الوسط مكان خل نحطه. هذا ما له فتحة، مو أنا الفتحة بالموضوع، فلذلك تخلون فوق وتحت بس. هذا أهم شيء بالأطراف يعني. إيه، وإذا كان بو هنا بعد مسافة، يمديكم تحطونه بالوسط بعد إذا كان في مسافة من الجوانب، بس أنا نسيت أحط. هذا مكانكم. خلاص يكفي كده، بس نسوي طبقة فوق ثانية. ندور على هذا. ايوة لقينا. شفتم؟ سكرت فتحة عشان يبان. لازم ما يكون في حركة بالمكان، او احد يدفك او يحرك او راكب زي كذا، علشان هذا دقيق. لو مثلا لف شوي من هنا خلاص ما بدك تشيلين الشطرطون، انقشع. فلازم تنتبهين وتكونين دقيقة. شوفي تتأكدين من جميعهن جيدات تحطينه. شفتم؟ صار الشغل متقن. ايه الحمد لله، كل واحد له فتحة مناسبة. يا طبقتي اللاصق اللي تحت على اللاصق اللي فوق. ايوه عشان يتثبتن ما يتحركن. جميل جدا، سهل شرحك واضح. اذا طلع من هنا يا تقصونه او تسكرونه زي كذا. اذا كان صغير قصوه لانه بيبلشكم. اوكي، نسوي الباقي. شوفوا حطيت مسافة. هذا الفيديو لبعض المتابعين اللي كتبوا التعليقات، سووا لنا فيديو صنع استيكرات بالمنزل. أبشري من عيوني، هذا هو. ميزو تدلعكم. نتأكد من جميعهن متواسيات مترتبات. إيه نتأكد من صفة وعمل.
بسم الله الحمد لله وصلت. بارك الله. والواحد لما يسوي كثير يتقن الشغلة، يعني ميسو ونوت من العام وهم يدهرون باستكرات. والآن فقرة القص، نقسم هذه الطبقة إلى قسمين، نأخذ هذه شوفوا بنقصها مربع ونحطها على جنب. هذا الاستكرار الأول يعني. إيه هذا الثاني، هذا الثالث والرابع، نقصها زي كذا كسمتين مع بعض. نجيب الاثنين فوق بعض ونقصهم مثل كذا. طيب ورينا هنا قريب الكاميرا شوفوا كذا، بعد يصيرون مو متشابكين. هذا الحال هين. اوكي حين قصناه مربعات، حان وقته التضبيط. شوفوا كيف خليتهن كتكوتات وصغيرات، حين اعلمكم كيف. اولا بنطلع اي ستيكر مثلا هذه. اوكي ونصغر مكان الفتحة، الحين أعلمكم كيف. أولا نفتحه بس ما نفتحه كامل، بس كذا ونصفطه وبعدين نقص. أوكي صارت الفتحة صغيرة ونقصه كذا خلاص. ترى وهذه النتيجة، شوفوا الجمال، شوفوا شوفوا بس. شو رأيكم أنا مبدعة صح؟ أكثر شيء عجبني هذا أبو استفهام، مرة كيوت، حواجبه معكوسة زلي. ترى مرة سهل، أسهل شيء بالعالم. أكثر شيء أنا عجبني من هنا العين، وهذا اثنين مفضلين. حتى الشمع ما شاء الله شغل متقن، القلب بعد يجنن. وش رايكم أجربهن ولصقهن على إحدى دفاتري؟ وش الدفتر هذا ميسو؟ دفتر لغتي. أحلى ظهر يرسم، العائلة كلها ترسم اليوم ما شاء الله. ما شاء الله. هذا اسمه ويش؟ غوجو. غوجو؟ ايه غوجو. هذا من انمي، صراحة كنت اتابعه بس سحبت عليه. طب ورا مسكرين عيونه؟ هذا واحد اتولد طيب وعيونه مرة جميلة، فشك كذا اللي يشوف عيونه يموت، فحط هذه بس ما ادري كيف يشوف. يعني لبس العصابة هذه على عيونه علشان ما حد يشوف عيونه ويموت. أيه. والله عمل إنساني هذا ما شاء الله. هو محارب ترى، كيف يشوف الله العالم؟ اللي تصير شفافة يعني زي الحريم، حنا نغطي وجيه هنا ونشوف صح؟ لا صح، في أنتو زي الحريم كذا نقاب. نقاب بس في بعض الناس ما يلبسون نقاب، يلبسون غطوة كاملة ويغطوا وجههم كامل وعيونهم ويمشون عادي يشوفون. يصير قماش يعني شفاف. أي نشوف حنا لبسنا الغطوة نشوف اللي قدامنا بس ما حد يشوفنا. حتى النقاب ممكن نسكره، في طبقه فوقه نسكره على عيوننا ونشوف عادي. انا بحط كذا احمر ما ادري كيف داخل كذا. طيب لا تمسط. مثلا بختار درس مثلا هذا الوطن. بسم الله شفتمها يلزق. الحين نلزق ترى أضفتي جمال فوق جمالة ما شاء الله. شوفوا خط ميسو جميل يعجبني ما شاء الله. ورينا السكرات اللي تو شفناها قبل ميسو. أوكي. أنت مزيناتهن ولا جاهزات؟ جاهزات. هذولي من شيئين. ذكرت لي على شكل شيء لاصق. إيه. وهذولي كمان من شيئين بس هذه من ميسو. لا ميفك تذكرين اللي شريناها درزن. يجي مثلا ورقة صفراء ورقة خضراء ورقة بنفسجية. والله نسيت من كثر ما تشرون. وانتهينا من جلسة استكارات وحان وقته فقرة الشكر. شكرا ضيع تيبي، شكرا غسيل، شكرا لاري، شكرا لانا، شكرا غند الداود، شكرا حوق من الكويت. ادعمونا باللايك والشير والسبسكرايب عشان تكبر قناتنا. انا وياسة والحين اودعكم، مع السلامه.